ترتفع السعر. يملك جامع الآثار ويليام جيمسون من تورنتو الآن غرفة مليئة بالمومياءات التي اشتراها من متحف شلالات نياجارا. كان يعتقد أنه يستطيع كسب بعض المال منها. قال له المثمن إنه لن يحصل على أكثر من 200,000 دولار ثمناً للمجموعة. في ذلك الحين لم يكن أحد يشك في أن إحدى المومياءات تخص رمسيس الأول. أنا جامع وتاجر قطع فنية قبلية. كنت مهتماً بالقطع الأثرية للقرن 19، الفن القبلي، الغرائب والطرائف. وكي أتمكن من شراء هذه القطع قررت بيع المجموعة المصرية، وفكرت في متحف ما لا يملك مجموعة كهذا. كانت العملية غير قانونية، لكنني خرجت من مصر قبل صدور قانون التصدير. أنشأت موقعا إلكترونيا لبيعها من خلاله، وبعتها مقابل 2,000,000 دولار، ولم أدري أن رمسيس الأول كان ضمنها. الملك رمسيس الأول مؤسس السلالة 19 كان يعيش في شلالات نياجارا كل هذا الوقت. على الأقل كان متحف مايكل كارلوس في أتلانتا يعتقد ذلك. اشتروا المومياءات مغامرين بأن إحداها هي الملك، لكن كان عليهم أن يثبتوا ذلك. لهذا لجأوا إلى التكنولوجيا الحديثة. كان عليهم أولا أن يعرفوا ما إذا كان ملفوفا مثل ملك. في زمن رمسيس كانت هناك فئات مختلفة من المومياءات. بالنسبة للأشخاص العاديين الذين لا يستطيعون دفع تكلفة اللف الفاخر، غالبا ما تأتي مومياءاتهم رديئة أو غير كاملة. لكن ليس هذا الرجل. على سبيل المثال انظروا إلى أصابع قدميه. تكون أصابع قدمي المومياء العادية عادة مجعدة. لكن هذا الرجل حصل على تزيين أظافر ملكي. كانت أصابع قدميه ملفوفة بشكل فردي. في أغماد أصابعه أغطية ذهبية منعت التجعد المخيف. أشارت اختبارات كثيرة إلى احتمال أن تكون هذه المومياء ملكية. لكن هل كانت مومياء رمسيس؟ كل ندبة تحكي قصة. ولتحنيط الجسد كان لابد من استخراج بعض الأعضاء. قبل السلالة 18 كانت الندوب عمودية، لكن في أواخر السلالة 18 وأوائل السلالة 19 أصبحت الشقوق قطرية. هذا الجسد عليه ندب قطري. تاريخ المومياء يناسب فترة حكم رمسيس الأول. وبما أن مومياءه مفقودة فقد بدت وكأنها مطابقة. لكن الأكثر إقناعاً لبعض علماء الآثار المصرية كان التشابه العائلي البسيط وغير العلمي تماماً. لا مجال للخطأ، إنه أنف الملك. حين دخلت الغرفة وقفت هكذا لأنني شعرت أنني أمام ملك. وحين اقتربت منه وبدأت أنظر إلى وجهه بدأت أجد التشابه بين وجه رمسيس الأول وابنه سيتي وحفيده رمسيس الثاني. أنا أرى أنه من الهام جدا عودة المومياء. تم العثور على الفرعون المفقود، ولكن ماذا سيحدث له الآن؟ كان الدكتور حواس معتادا على سماع كلمة لا حين يتعلق الأمر بطلب إعادة الآثار المصرية، لكن هذه المرة قال متحف مايكل كارلوس نعم. قرر المتحف أن المومياء الملكية يجب أن ترتاح في وطنها. قدم الشعب الأمريكي لنا هدية رائعة لأننا لا نملك الحق القانوني في إعادة هذه المومياء إلى مصر. أشكركم جزيل الشكر لموافقتكم على إعادة المومياء ثانية إلى مصر. شكرا. Yeah.
هذه هي المرة الأولى التي يعيد فيها متحف ما طوعا قطعة هامة من تاريخ مصر كهذه القطعة. إنه نصر كبير لزاهي حواس. كيف تجعل مومياء تسافر 6000 ميل من أطلانتا إلى القاهرة؟ تابعناه كي نعرف. هل سافرت مع مومياء من قبل؟ أجل، مع موميائي بالطبع. وفوق المحيط الأطلسي كانت الطائرة تهتز، يشك بعضهم في أن المومياء تقف وراء هذا. نحن نحمل رمسيس الأول معنا، وربما كان ذلك هو السبب وراء هذا الطقس العاصف، لا أحد يدري. أكان يجب وضعه في الدرجة الأولى؟ هذا ممكن بالتأكيد. كان هذا سيفرح الكثير من ركاب الطائرة. نعلمكم أن مومياء الفرعون رمسيس الأول قد وصلت. أثار هبوط المومياء ضجة هائلة. هو في النهاية ملك عائد إلى وطنه. هل تراه؟ هل تراه؟ هذا رمسيس الأول. أجل، إنه رمسيس الأول. في الصباح التالي وثقت مصر مع بقية العالم أول يوم للمومياء في الوطن. المهم أن هذا الملك عاد إلى الوطن. نحن المصريين نسافر، لكن لابد من أن نعود إلى الوطن. رمسيس سيقول: شكراً، لقد عدت. رمسيس الأول كان باله 140 سنة غايب عن مصر، ورجع لنا يا دوبك من يومين، فأكيد مبسوطين أوي إن حاجة من كنوز مصر رجعت لنا. عقبال الباقي يعني. سعيد جدا إن في حاجة بتاعتي رجعت لي، وأتمنى إن كل حاجة بره أثر لنا يرجع لنا. أكثر من 140 عاما وآلاف الأميال، وأغرب رحلة يمكن لمومياء القيام بها. عاد الفرعون رمسيس الأول، حيث سيكون محروسا بأمان. يعتقد زاهي حواس أن رمسيس الأول من أهم الأشخاص الذين لعبوا دورا في ماضي مصر. كل الدلائل تشير إلى عهد جديد، حيث تقفل مصر الباب إلى الأبد على سرقة التاريخ.